أعزائي متابعي وأصدقاء القناة، السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم بخير؟ الحمد لله الرؤوف المجيد. واش كتذكروا القبة المتواجدة بحي قصيص بالقرب من باب الخميس والمعروف دفنها عند أهل مراكش بسيدي جابر مول القنابر؟ تسمية عامية كتعني سيدي جابر صاحب القنابر، والقنابر جمع القنبري، وهو آلة موسيقية وترية مصنوعة من الخشب كيتعزف عليها باليد، شبيه شكلها بالعود، إلا أن الطبلة ديالو أصغر من العود. المهم اللي كيهمنا حنا كانوا كيأموه وكيقصدوه بالزيارة اللي كيبغي ويمتهنوا إتقان العزف على هذه الآلة. هذا الرجل كيقول عليه القاضي إبراهيم الطعرجي السملالي في كتاب أعلام الإعلام، سيدي جابر المغربي الصاهر بابن درهم، الولي الصالح الصاهر دفين باب الخميس بمراكش، له قبة ومسجد ومرافق، كان يزوره أهل مراكش يبيتون فيه بقصد الحفظ والبراعة في الإنشاء والإنشاد والقراءة. له مغارة ينزل إليها بدرجات، يعتقد أنها كانت محل تعبد. كان رحمه الله فقيها نبيا مجتهدا نحويا وعروضيا، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك. أعزائي، حتى نتلقى بكم في حلقة مزية إن شاء الله تعالى. دعموا قناتكم بالانضمام وتفعيل الجرس بس يوصلكم أي جديد. أصدق التحيات.